لا كلمة المسلمين ويقوي شوكتهم ويألف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم وأنه يحفظ بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة من جميع الآفات والعاهات والأديات والبليات والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرحم جمعنا وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامة وعلى من وأسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.